يستضيف نادي الهلال السعودي غريمه التقليدي النصر في تمام الساعة 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جامعة الملك سعود أي محيط الرعب، ضمن منافسات الجولة 8 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وسيتم إذاع مباراة الهلال والنصر عبر قناة السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلقين فارس عوض ومشاري القرني. ويأتي فريق الهلال على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز السابع برصيد 11 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة. واستقر الروماني راز فالوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال على التشكيل الذي سيخوض مباراته ضد النصر مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويأتي تشكيل الهلال لمواجهة النصر كالتالي: في حراسة المرمى عبد الله المعيوف، في خط الدفاع كل من ياسر الشهراني، عبد الله الحافظ، جانغ هيونسو ومحمد البريك، في خط الوسط غوستافو غويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، أندري كاريلو وكارلوس إدواردو، وفي خط الهجوم بافي تيمبي غوميز. فيما استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر على التشكيل الذي سيخوض مباراته ضد الزعيم مساء اليوم. ويأتي تشكيل النصر لمواجهة الهلال كالتالي: في حراسة المرمى براد جونز، في خط الدفاع عبد الرحمن العبيد، مايكون بيريرا، عمر هوساوي وسلطان الغنام، في خط الوسط عبد الرحمن الدوسري، بيتروس ماتيوس، مختار علي، جوليانو دي باولا ونور الدين مرابط، في خط الهجوم عبد الرزاق حمد الله. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.